بس طبعا يعني ما كانش الشخصيه اسمها سكر، اسمها ليلى. كان اسمها ليلى. مش فاكره. انت اللي عارف. بس انا مش فاكره لان النسخه القديمه اتمسحت تماما مش عارفه غيرنا بالظبط. ما جت كامله بالنسبه لها. الاسامي بتبقى مهمه قوي، اختيارات الاسامي، اختيارات التفاصيل الشخصيه. اسم سكر ده هي بتحب كل شخصياتها اللي بيكونوا موجودين معاها في اي عمل على فكره، مش مين. فهي كل عمل بتدخله بتهتم جدا بكل الشخصيات اللي موجوده. رن التليفون الشخصيه. طب مره طلبتني قالت لي انا في المونتاج وبنفكر في رن التليفون حماده، انت شايف رن التليفون حماده ممكن تكون ايه؟ فانا انا اول مره مخرج يسالني عن رن التليفون الشخصيه. انا قلت لها هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده. كل بقى ما ترن يعني شوف هي التفاصيل، كل ما ترن الناس تضحك لان كانت بتحصل مصيبه بعدها كل بالظبط. لا نجلاء عامله مصيبه وطلبها تسبح حماده بالظبط. فكانت ان جدا. بس كامله برضو ليها علاقه بالاسامي، بتحب الشخصيات بتاعتها يبقى ليها اسم رنان كده وتفتكره. ده هي اتكلمت معانا في شخصيه سكر، قالت لي احنا نغير الاسم خالص عشان يبقى فيه بس الكونترست ده باين قوي بين عمر اللي هو من الناس الكويسين وسكر اللي من بولاد. فالاسم طبعا عجبنا جدا انا واحمد، وقلنا لا خلاص هو سكر. ولايق جدا طبعا، هو كان اختيارها فعلا. بما ان المسلسل عن النصب، كل شخص يحكي لنا موقف نصب اتعرض له. استاذ جمال عدل مره انقذني من الموقف. موقف نصب. انا تعرضت لموقف نصب، بس يعني مش كنا في امريكا، كنت انا اكشلي وصاحبتي، فقررنا ان احنا ناجر شقه. فواحد صاحبنا دخل على الويب سايت المشهور بتاع تاجير الشقق وكل الكلام ده، واتفقنا مع الراجل خلاص وبتاع، ورحنا في الميعاد. قال لنا الساعه 11 تكونوا موجودين تحت. فروحنا الساعه 11 نكلم الراجل، محدش بيرد. اتكلمنا بعديها بربع ساعه، احنا واقفين تحت ومستنيين عشان احنا طبعا شنط السفر وكله بقى واقفين تحت، كنت انا وانج. قال لنا بصوا يا جماعه، فبعت لنا صور بيت متدغدغ تماما. قال في حاجه حصلت، البيت ده كان في ناس اللي قبليكوا كسروا البيت، وبيوري لنا بقى سراير متكسره على العفش كله، والبيت متبهدل جدا. فقال لنا بصوا انا هعرض عليكم حاجه، انا هدفع لكم النهارده بس باتوا في اوضه في اوتيل، وانا هدفع لكم ثمن الاوتيل ده، وبس حولوا لي الفلوس وانا هحجز لكم تمام. فاحنا الوهله كده صدقنا، اصل يعني هيكذب ليه؟ مش عارف هيكذب ليه، وويب سايت مشهور جدا وموضوع بتاع، واحنا واقفين تحت العماره دي. فايه قعدنا نتشاور كده، طب نعمل ايه، طب ايه. فهو عمال لا بس لازم تحولوا الفلوس مش عارفه ايه وكلام. كنا لسه خلاص على وشك تمام. فانا قلت طب ثانيه واحده، لسه كان في الراجل بتاع الامن ده واقف هناك. فبنقول له معلش في شقه هنا مش عارفه ايه. قال العماره كلها شركات اساسا وما فيهاش شقق اصلا. وانتوا مش اول ناس تيجوا وتسالوا على الشقه دي، يعني موضوع كان نصبات. بس من بعديها بقى حرمت السيطره دي. اي حد تاني اتنصب عليك؟ حد عنده نصبايا شكلك كده اتنصب عليكي؟ لا انا مستحيل اتنصب عليا. استنى عيوني في حاجه لازم نقول على موضوع النصب ده، ان حتى في الكتابه الحاجات اللي احنا عاملينها، انا فاكر ان في قعدنا مع ناس انتوا قعدتوا مع ناس ليها علاقه بالنصب والحاجات دي. بقى احسن نصب، قعدنا مع ناس كتير وخدنا بعض القضايا من القصص اللي عندنا في المسلسل بتاعت الشقه دي. بتاعت الشقه دي قصه حقيقيه حصلت وكان فيها حاجات كمان يعني فيها خيال اكتر بكتير من اللي احنا بس احنا ما عرفناش نعمله بقى. الناس مش هتصدق. طب والخطبه بتاعت ام معز دي كانت حقيقيه؟ لا ما هي الخطبه والشقه احنا دخلناهم في بعض، يعني احنا دخلناهم في بعض. بس وبتاعت الحضانه بتاعت الحلقة اتعملت برضه بجد؟ بجد برضه. دي قصة حقيقية جدا. دول يستاهلوا بقى. دي نصبايا حقيقية جدا. دي حصلت بالظبط بالملي في المعادي. واحنا صورنا في المعادي. احنا صورنا في المعادي. آسر بقى دورك. سامي بس الأول. مش عارف حاسه صعب. هل توقعت نجاح أغنية مليونير مليونير للدرجة اللي وصلت لها؟ لا خالص. بصراحة أول مرة حتى سمعنا الأغنية كنت أنا وأنتي
كنا في الكروان وبعد كده مش عارف كان في صحفي عندك حتى قاعدين بنتكلم ومش عارف ايه بتاع بعدين سمعنا الاغنيه لذيذه لطيفه يعني كده فيها حاجه لذيذه وانا فاكر حتى واحنا بنسجل الاغنيه دي احنا ما كناش بنغني فيها فاكرة؟ احنا رحنا الاستوديو انا واسر وبعدين لا ما كناش فيها اصلا يعني ما كناش فيها فعلا فسمعناها وبعدين طب ما نغنيها قال لك طب تروح تغني فيها حاجه وانا فاكره ساعتها انت وكنكا كنتوا قاعد كان مين كنكا ديزل وميت شندي وشندي وديزل انا ما اعرفش كنكا هو كان بيقلف الكلام انت وكنكا وكوني وماني تنسيتهم ولا لذيذه جدا جدا بصراحه انا بحبهم قوي وهم فعلا موهوبين قوي والحقيقه فاكر قعدت الكلام اللي بالانجلش وكده ده حتى عنا نكتبه ساعتها هناك ما انا ده اللي انا بقول لك عليه نكتبه هناك وبتاع قعدت تكتبه هناك ساعتها وبعدين سمعنا الاغنيه انا لما سمعت الاغنيه في الاول عادي الاغنيه لذيذه ما خفيف وبتاع بس مش في دماغي خالص ان هي ممكن تعمل كده حاجه بس انا بؤمن جدا ان الناس حبت الاغنيه لما حبت المسلسل صح وطبعا بقت حاجه تانية خالص طبعا غنيناها مليون مره في غنيناها مليون مره لغايه دلوقتي بقى بس لا بحبها جدا وشكرا حتى للمدفعجيه اللي عملوه والفكره نفسها اصلا كانت خطيره واتقلدت كتير بعد كده التيمه بتاعتها حلوه على فكره طاقتها جميله تحس ان انت كده بتجذب حاجات لطيفه هبقى مليونير من بعدها لا والميوزك فيديو اللي احنا صورناه كده ميوزك فيديو صورناه عملناه كده واحنا بنصور المسلسل اصلا بالظبط يعني ما كانش حاجه مترتبه وده يمكن احلى حاجه في ده حسن في الموضوع يعني ان عايزين تحيه طبعا لبقيه العصابه الناس اللي مش موجوده معانا اسف يعني لا كانت كان كرومي كان بجد مجموعه حلوه يعني كلها طيب دنيا اللي بعدي انت كنت تدي السؤال لحد ولا كلنا 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 جاوبنا ايه اكتر مشهد افيه كان ارتجالي واتشهر عكس التوقعات بالنسبه لي انا اللي هو لا قريب ولا حبيب ولا غريب انا ما كنتش طايقه الجمله دي وانا بقراها يعني وانا بقرا السيناريو كنت حاسه انها جمله ثقيله تقل وبعدين يا ربي ايه اللي بيقول يعني مين بني ادم عادي في العادي بيقول جمله كده يعني زي حاجات استاذه ناديه الجندي عارف هي الجمله على بعضها مش مفهومه بالنسبه انا بدويه وحاجه ايوه حاجه كده فطول الوقت وانا بقرا عامله لي مشكله فابتديت افكر فيها انه انا هتعامل معاها انها مش نفس الجمله هتعامل انه كل مره بيتقال حاجه ثانيه مره عايزه تقول انا غلبانه وضعيفه مره عايزه تقول انا قويه ومفتريه مره يعني بغير المعنى بتاعها واقولها على اساس حاجه تانية علشان احس جوايا ان انا طب مين قال لك انت بتذاكري ما اتفرجتيش في الجمله دي جامده جدا انت حاجه اتكلم عنها لا يعني بس هي عشان كانت تقيله عليا كاتش 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 اشتهرت بقى وبقت موضوع لا انا بالنسبه لي طبعا شجر فحتى انا فاكر قوي انا واستاذه كامله اتفقنا ان هو يعني ممكن نكررها بس مش كتير قوي مش كتير عشان ما تبقاش اوفر دوينج ات او ما نقللهاش عشان ما تبقاش اختفت كده في الحاجات يعني وطبعا استاذ اسلام قال لي لا لا والله من الكلمه دي لازم تقولها على طول يعني لما بضيف بقى لمصلحه العمل مش اكتر معاك ما بتقولش بقى لا واحنا شغالين لا بكلمك جد والله احنا شغالين على ورق انا واحمد وائل مع استاذه كامله كان الهدف الاولاني ان احنا نعمل كاركترات حلوه عشان احنا عندنا عصابه فلازم كل كاركتر يعني كل كاركتر فيهم يبقى مش شبه التاني ويبقى اللهجه بتاعته مختلفه ويبقى حتى لو الهزار يبقى ليه طعم مختلف طبعا فكل الشخصيات فعلا كان كل شخصيه عندها الطابع بتاعها وبتاع طبعا العصابه كانت مقسومه اتنين نص مع سكر ونص مع عمر جايب بعلا جايبها في ايده فشبهه شويه وبتاع وبدا بعد شويه انت بدات تنجذب جدا لمستر عمر كان قدوتي قدوه نفسي ابقى زيه في كل حاجه بالظبط وعايز اختار لي لبس من الزمالك زيه لا اشتغلنا مع استاذه كامله كتير على موضوع الشخصيات ده وهو مهم قوي بيتهيألي المخرج لما بيشتغل مع الكاتب والاثنين بيبقوا فاهمين بعض ده بيسهل علينا احنا اكيد يعني الحمد لله بتبقى عارف انت مين وعارف انت في فين حاجة اهم حاجه تعرف شخصيتك هو ده الطبيعي يعني هو ده الطبيعي اه بس ما بيحصلش كتير صدقني يعني بص يعني ما هدافع عن الكتاب انا اسف لا انا مش دايما بس العمل الناجح العوام